صباح الخير عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم ان شاء الله ما كاين لا مغامره، لا والو، غنبدلوا شويه الجو ديال المغامرات. باقي جاي المغامرات بزاف، ولكن اليوم حال بالي تبارك الله زوين، مع كانت الشتا بزاف هاد الايامات، لان علاش ما نخرجوش؟ خرج الوليدات ونتمتعوا بهذا الجو ديال الطبيعه. هنايا فطروا هنايا ونتغداو، هذه راه 12 دابا تقريبا ديال الصباح، باقي ما فطرنا ما والو، كنا تنجيو هنا نفطروا ونصوبوا شي طويجين هنايا على الفاخر ونتمتعوا بالجودة الطبيعية. يلا خليكم معنا، غادي نقادو الجلسة ديالنا هنا هي الأولى، وديك الساعة نجمعوا شوية العواد التاوية ونشعلوا العويفي ديالنا ونبداو. واه خوت، أول حاجة غنديرو دابا هي غنقادو البلاصة ديالنا. يلا خليكم معنا، واحد جوج ثلاثة. فوالا خوت، حنا دابا قادين المسائل ديالنا كيف كتشوفوا. فوالا ها البراد ديالنا كيتسحر، الدنيا راهي كتكتب. ايوا الفطور ديالنا هو راه تقريبا واجد، كنتسناو غير البراد دابا يتشحر وديك الساعة نديرو الفطور ديالنا. يلا خليكم معنا بما تشحر البراد، نفطرو ونتلاقاو ديك الساعة باش نبداو نصبو في الطاجين ديالنا. ديري السلام، ديري السلام، ديري ديرو ابوني، ديرو لايك، ديرو كومونتير. يلا خليكم معنا. دابا كنشوف هاد البلاصة اللي جالسين فيها، حنا جات فيها الشمس، الشمس راه غادا هكا، يعني خصني نتحول من هاد البلاصة. حنا بغينا نتشمشو ولكن الشمس هادي اللي جالسين بزاف قاصحة، حارة بزاف، دونك غادي نتحولو لشي بلاصة اللي فيها هاد الليلة. يلا خليكم معنا، نيت بما تشحر البراد غنحولو البلاصة، نتحولو البلاصة اللي فيها الظل بما تشحر البراد ونفطرو ونتلاقاو فاش بغينا نصبو الطاجين ديالنا. فوالا خوت، البراد ديالنا هو تشحر. المهم حنا راه ما تحولناش، بقينا في البلاصه ديالنا. غير جاب الطوموبيل حيدتها من تما، ضركت بها هي، غنضركو بها دابا على الشمس باش نبقاو فين اللي بقى يهز داك الشيء يتحول. اصلا البلاصه بقى سارده، يعني الطراب ديالها باقي سارد، كتهبط برجليك كتعمر بالغيس. المهم دابا غادي نفطرو، غنوجد لكم واحد الطاجين على يديا يكون فاعل تارك. يلا خليكم معايا. من بعد ما فطرنا الحمد لله، صلينا صلاتنا، وجدنا المكونات اللي غنديرو في الطاجين. فوالا عندنا حنا دابا هنايا اللحم، ها هو المغسول مقاد، عندنا بطاطا، عندنا بطاطا وخضر، بطاطا وجلبانه وخيز والبصله، هادو هما اللي غنديرو طاجين خفيف وصافي. يلا عربك الله، غنبداو بالبصله هي الاولى، نقطعوها. دابا غنديرو اللحم ديالنا يتقلى. الخوت الطاجين راه درناه كويا فاش كنا كنفطرو، درناه باش يسخن، حيت كياخد مدة باش يسخن. ضروري من شحيمة. فوالا غنزيدو شوية الزيت، زيت العودة، الزيت البلدية. وغنزيدو شوية العطرية، وحنا جايين ناضيين زعما، جايين معانا كلشي، ما ناسين حتى شي حاجة.
هاد العطرية ديما كنستعمل الجزار والسكنجبير والخرقوم صافي، هادشي لي كندير، مكنديرش التحميرة ولا الخضرة. نسيت الملحة أنا غنديرها دابا. بالنسبة للقزبر ومعدنوس نخلي تنقي الخضرة ونديرو معاهم إن شاء الله. من بعد ما تقلى مزيان أخوت اللحم هانتوما كتشوفوه هو تقلى مزيان، دابا غادي نزيدو الخضرة ديالنا من بعد ما وجدناها. وخوت دابا غنديرو خيزو هو الأول، غنديرو شوية الجلدانة، الطاجين ديال الزوافرية در ماشي ديال العيانين. غنديرو الطاجين الطاقة ديالنا، تبارك الله تقلد غير مع الفاخر مجهد. واخوت من بعد ما درنا الخضره ديالنا درنا الماء سائل، دابا غنسدو على الطاجين، غنزيدو عليه شويه الماء وغنسدو عليه ونخليه يطيب على خاطرو ديالو. من بعد ما خلينا الطاجين ديالنا يطيب عرفتي راسي ضرني بالفاخر والله، مع الشمس حاره اليوم سبحان الله. وخلينا الطاجين كيف قلت لكم يطيب، نمشي نتوغل بكم هاد الشويه نوريكم البلاصه اللي فيها انايا. صراحه الغابه زوينه، هذا ماشي غابه كاسكار، دي الغابه ديال الواد المالح. هاد راه المدينه هي حسنيه، الناس كيعرفوا المحمديه ديال حسنيه كاينه هنا الاندلس راه هو ليه. المهم غادي نتوغلوا شويه هنا نشوفوا، نرى كاين الحلوف بالمناسبة، هاد الغابة راه عامرة حلوف بالليل، ديما الحلوف كيكون هنا موجود، وكاين الحفاري ديالهم الباص اللي جالسة دابا، كاين الحفاري. المهم الدنيا قاضية، بات لي الدنيا خاوي زعما مكاينش بزاف ديال العائلات، وخا اليوم الخميس، المهم نهار الحد كتعمر وكيمشي بحال كاسكاط، كاسكاط كتعمر بزاف. ولافونتاج اللي كاين في هاد الغابة هنا، لافونتاج اللي كاين أنك كدخل معاك الطونوبيل تحداك، يعني ماشي بحال كاسكاط، كاسكاط كتحط الطونوبيل على الساس الكارديان. كتدخل المسافة، تدخل المسافة باش تبقى تنزل داك الشيء الحوايج ديالك وتدخلهم وترجع تاني الطونوبيل، هز دخل خاصة انك توجي الناس بزاف. لما جينا والمرا والبنية جبنا داك الشيء خفيف صافي، حطينا الطونوبيل حدانا نزلنا قادين البلاصة وتوكلنا على الله. فوالا خوت هذا هو الواد المالح اللي كتشوفو معايا دابا لتحت، هذا هي القنطرة الجديدة ديال كتدخل الحسنية ديريكت، صابون جديدة الناس المحمدية راه عارفينها، ها وحيد الأندلس حسنية هي. المهم كاين هاد الغابة كيف قلت لكم، هاد الغابة قريبة لينا، الغابة ديال الواد المالح هي هادي قريبة لينا للدار، زعما مكينش زعما شي 5 دقايق طوموبيل حتى فيها. المهم غنمشيو نرتاحو دابا خوت دابا شوية ونشوفو الطاجين ديالنا واش طاب. بالمناسبة الفيديو الجاي إن شاء الله من ورا هاد الفيديو هذا غنمشي لكم واحد الغار كاين سيدي موسى المجدوب، غنمشي نصور فيه فلوغ يكون واعر. واحد شنو نعاود لكم، واحد الغار خطير فين يبان هذاك غار الطاس اللي دخلت لي انا والميكروب، وهذا راه خطير خطر منه. كيعاودوا لي الناس انه شحال من واحد دخل فيه، دخل ليه ومبقاش خرج، توضر فيه حتى هو مظلم، ما فيه في قوه فيه بحال المتاع، يعني كتدخل كتبان لك زنقه هنا زنقه هنا زنقه هنا، الا مشيت تلفتي تما راه بقيتي. يلا نمشيو نطلعو على الطاجين ديالنا ونرتاحو شوية ونتلاقاو من بعد من يطيب الطاجين. فوالا الطاجين الخوت قريب يطيب، نخليه يشرب شوية والله يجعل شي بركة. فوالا الخوت أخيرا الطاجين ديالنا ها هو طاب، فوالا
فوالا كيف كتشوفوا معايا طعم خلينا برد على خاطره وشرب على خاطره. ودابا غندوزو ناكلو ومكرهناش نعرضو عليكم حقكم في الجنه ان شاء الله. المهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع صحابكم، خليو لنا دي لايك دي كومونتير زوين حفزونا باش نبقاو ديما نصورو لكم. والناس اللي باقي ما تابوناوش لاشين تابوناو تفرجوا تابوناو معاك ما تخسر والو. يلا تهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. باي.